مرحبا بكم في دروس تعليم العود من موقع Arab Instruments. هنبدأ الدرس الأول كيف يعني نمسك في العود. العود يكون على النحو التالي: صندوق العود من الجهة اليمنى حيث الريشة، والرقبة والمفاتيح في الجهة اليسرى حيث الأصابع. الريشة نحن يجب علينا أن نمسك بها هكذا بهذا الشكل، ونطبق عليها الأصابع الأربعة أو الخمسة في هذا الشكل. لدينا هنا خمس أزواج للعود. هذا يسمى الأول، هذا الوتر يسمى الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس، وهم أزواج. الأول يسمى ماهور، والثاني يسمى النوى، الثالث دوكا، الرابع الحسيني، والخامس قرار. الأوتار الخمسة دول يجب علينا أن نمسك كف اليد إلى الآخر من غير أن يتحرك. إذا تحرك يصدر أصوات نشاز. نشاز يعني مش الصوت اللي إحنا بدنا إياه. دلوقتي هنتكلم على طريقة ربط الأوتار للمفاتيح، كل وتر إلى مفاتيحه. فالوتر الأول المهور أو كردان، الوتر هما زوج. الوتر الأسفل يذهب إلى هذا المفتاح، الوتر الأعلى يذهب إلى هذا المفتاح. الزوج الثاني هو النوى، يذهب الوتر الأسفل إلى هذا المفتاح، والوتر الأعلى إلى هذا المفتاح. إذن الوتر النوى يذهبان إلى هذه المفتاحين. الوتر الثالث وهو الدقة يذهبان إلى هذان المفتاحان، بحيث أن الوتر الأسفل يذهب إلى هذا المفتاح، والوتر الأعلى يذهب إلى هذا المفتاح. الوتر الرابع هو الحسيني أو عشيران. الزوج أو الوترين دول يذهبان إلى هذين المفتاحين، بحيث أن الوتر الأسفل يذهب إلى هذا المفتاح، والوتر الأعلى يذهب إلى هذا المفتاح. ننتقل الآن إلى الوتر الخامس هو القرار، فهم الزوج يذهبان إلى هذين المفتاحين الأعلى والأسفل، بحيث أن الوتر الأعلى يربط إلى هذا المفتاح الأعلى، والوتر الأسفل يربط إلى المفتاح الأسفل. نعود ونكرر هذا الدرس. الوتر الأول هذين المفتاحين، الوتر الثاني إلى هذين المفتاحين، الوتر الثالث إلى هذين المفتاحين، الوتر الرابع إلى هذين المفتاحين، والوتر الخامس إلى هذين المفتاحين. دلوقتي حنقول أو ندرس التونيم اللي بيسموها الأصوات المساحات الموسيقية. هذا القرار هو يصدر صوت الفا. فا نمسك في الأصبع الوسطى، نسميها الأصبع الثانية، أولى ثانية ثالثة رابعة. الأصبع الثانية هو الصول، أي يعني فا صول فا صول.
على فكرة السلم الموسيقي هو كالآتي: دو ري ما، دو ري مي فا صول لا سي دو ري مي، وهكذا. قلنا إن هذا الفا وهذا الصول. دلوقتي نعبر إلى الوتر الرابع وهو اللا. إذن فا صول لا. دلوقتي حنتقدم في السلم، بعد الفا والصول واللا يأتي السي مرة أخرى. فا صول لا سي دو في الإصبع الثالثة. فا صول لا سي دو. ممكن نعملها في زي ما تقول التريمولو. التريمولو هو هذا. يسمى بالأكتافة. من الفاء إلى هذا الفاء هو الديوان الأول أو أكتافة أولى. على فكرة ممكن أن ندوزن العود، أي نصلح الأوتار، زي ما تقول، زي ما قلنا الفاء واللا والري. موجود في موقع عرب إنسترومنتس عود بيسموه يعني للتيونر، اللي أنتو تصلحوا الأصوات الموسيقية حسب هذا العود الذي تجدونه في موقع عرب إنسترومنتس. هلا نستمر في الأكتافة الثانية. وصلنا إلى الأكتافة الأولى. نغير الأصابع، صول لا في الأصبع الأولى، السي في الأصبع الثالثة، ودو الآخر كمان مرة. فصول لا سي دو، نعود دو سي لا صول الثالثة، والفا في الأصبع الرابعة. هذا الديوان الثاني أو الأكتافة الثانية. فقلنا حنرجع نقول من هنا، من هنا دو دو ري مي فا مي ري دو سي لا صول فا مي ري دو سي لا صول فا. فعندنا الفا إلى الفا، ديوان الأول أو أكتافة أولى، من الفا للفا أكتافة ثانية. عفوا، هذا هو الصول فيجيب إلى هذا الصول. صول لا سي دو، هذا نصف أكتافة لأنه مش بالكامل. فنرجع نقول فا يجيب الفا ويجيب هذا الفا، كله فا. هذا الفا الأول، فا الثاني، الفا الثالث أو الأكتافة الثالثة. في عدة سلالم في الموسيقى العربية، منها سلم العجم أو الماجور
في الغرب. وهذه الدروس اللي بعطيها هي على هذا الأساس، أساس الماجور. فعندنا دو ماجور أو دو عجن في العربي، وهو على النحو التالي: دو ري مي فا صول لا سي دو. كمان مرة: دو ري مي فا صول لا سي دو. نرجع رجوعا: دو سي لا صول فا مي ري دو. في أغنية اللي ملائمة للسلم العجن هو يا مصطفى، فممكن تكتبوا اللي بقوله. دو مي 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 فا صول فا مي ري 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 مي فا مي ري دو. دو مي 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 فا صول فا مي ري 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 مي فا مي ري دو. الأولى. ممكن في الأكتافة الثانية: صول دو تا صول دو صول دو تا صول دو مي 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 فا صول فا مي ري 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 مي فا مي ري دو. دو مي 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 فا صول فا مي ري 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 مي فا مي ري. إذا تعملوا زي ما أنا بقول يبقى كويس قوي، وتسجلوا اللي قلته عشان تعملوا دروس في العود في البيت. السلم الثاني في الموسيقى العربية هو النهاوند، ما يسمى في الغرب سلم منور. سلم منور اللي هو النهاوند. حديركم النهاوند على درجة لا، هو هذا اللا، لا أكتافة أولى أكتافة ثانية. في التريمولو، التريمولو هو النغمة اللي موجودة عند الأستاذ دكتور محمد عبد الوهاب: يا وردي من يشتريك. هعيد الكرة من غير ما أنا أتكلم عشان تسمعوني كويس. تريمولو
تمرينات بسيطة طبعا اللي بسميها جوابات. مثلا عندنا الفاء الأول مع الفاء الثاني، ممكن تعزفه على طول فاء فاء، هلا بنرتفع إلى الصوت الثاني اللي هو سول. إصغائكم لهذه الدروس، وإلى اللقاء في الدروس القادمة إن شاء الله من موقع Arab Instruments. مع ألف سلامة.